وزي ما حضراتكم شفتم ده الشخص اللي كان واقف قصاد العربيه الخاصه بالمحامي احمد حمد عادل الان. وان مكتب سفري الديب مستاء جدا جدا من اللي بيعمله او من تصريحات الاستاذ احمد حمد. وان بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بمتابعي قناتي قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم، منورينا في حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده الحقيقه تكمله لتفاصيل قضيه نيره ومحمد عادل. ما بنظهرش معاكم غير لما بنحمل تفاصيل جديده للقضيه دي، والكل طبعا محبي محمد عادل والكل اللي بيدعو لنيره بالرحمه وحسن المغفره. تعالوا مع بعض نشوف اخر تطورات القضيه وايه اللي حصل فيها، وخصوصا النهارده معانا خبر خاص بالمحامي احمد حمد. تم الاعتداء وترويع الاستاذ احمد حمد محامي محمد عادل، والحادثه دي او الواقعه حصلت في شارع مهم جدا في طنطا، في الشارع اللي فيه مديريه الامن، وده كان شيء غريب جدا، وخصوصا اللي قام بالاعتداء عليه حسب ادعائه ان هو صحفي، لكن هو خريج كليه حقوق، والاستاذ احمد حمد صور معاه قبل كده، ولما حب يصور معاه مره تانيه رفض، وبعدها الاعتداء حصل فورا في اليوم التالي، وكان شيء غريب جدا. هنسمع مع بعض الأستاذ أحمد حمد، وحقيقة الاعتداء ده هنعرفها من خلال برنامج مهمة خاصة مع الإعلامي أحمد رجب، وهنرجع نتكلم ونعلق بعد كده. وبعد الفقرة دي على طول هنشوف الأستاذة منى أبو شنب، ده غير السياء الأستاذ فريد الديب من تصريحات الأستاذ أحمد حمد، وإن المعلومات بياخدها مباشرة من أهل محمد عادل. طبعا الأستاذ أحمد حمد من خلال لقائه في مهمة خاصة وضح وقال إن الكلام ده مش حقيقي، وإن الكلام ده لو عايزين يقولوهم أهل محمد عادل كانوا قالوه في لقائهم مع منى ابو شنب، او كانوا هم اللي صرحوا بالكلام ده بنفسهم، يعني هنا هو بيكذب منى. تعالوا بقى نشوف تصريحات المحامي احمد حمد ونشوف حقيقه الاعتداء عليه. ومحاوله لسرقه مفتاح سيارتك الخاصه، ماذا حدث يا استاذ احمد؟ والله يا احمد بيه انا في الشخص ده كان جاي يصور معايا للاسف، هما بيقولوا ان هو صحفي، بس هو مش صحفي ولا حاجه، هو خريج كليه حقوق بس مش عارف بيشتغل صحفي ولا لا، يعني صراحه كان صور معايا قبل كده وطلب يصور معايا تاني، اعتذرت له بكل ادب، قلت له اسف انا صورت معاك مره وانت شفت الاعباء اللي الواحد فيها يا فندم لما جيت لي. نعم. رد على المكتب قال لي وانت بقيت مشهور قوي ومشي، انا فكرت تعبان في حاجه غريبه، مشي. افوجئ تاني يوم وتالت يوم برسائل هبعتها لحضرتك سكرين شوت من رقمه الشخصي يقول لي لفظا انا الاحكام دي، ومنزل جايب لي خمس ست احكام شاطب على الاسم وفيهم رقم قضيه حكم 5 سنين حكم 3 سنين معايا احمد بيه. احكام دي عليك يا استاذ احمد يعني ولا احكام؟ ولا اعرف بتاعه مين يا فندم، ده شاطب الاسم عليهم شايله كده ومصور لي وبعت لي يقول لي انا انزلها لك على جميع المواقع وعند جميع الصحفيين زمايلي. ولكن حضرتك سمعناك في الفيديو وانت بتناديه باسمه، اعتقد اسمه هاني باينه وحاجه كده. اسمه محمد يا فندم، اعرفه يا فندم كويس. او ما محمد انا بقول اعرفه، بس الناس اللي جايبهم معاه ما اعرفهمش. اللي كان واقف قصاد العربيه يا فندم اللي احنا عرضنا الفيديو بتاعه دلوقتي، اللي وقف قدام العربيه يا فندم هو ده الشخص اللي جالي المكتب، هو ده اللي بعت لي رسائل مسيئه ليا على الواتساب، هو ده اللي هددني على الواتساب وقال لي انزل لك الحاجات دي كلها وهقول للناس ان هي بتاعتك الاحكام، وهي ولا احكامي ولا اعرف بتاعت مين. هو ده الشخص يا فندم اللي لقيته جايب ناس معاه وبيفسر. بص يا احمد بيه، الواقعة تمت في شارع البحر، أرقى شارع في طنطا. نعم. أمام مديرية الأمن في الشارع، قدام شوية، مبنى المحافظ في الشارع. احكي لنا يعني كل متر. احكي لنا يعني كيف بدأت الواقعة تحديدا؟ والله يا أحمد بيه ماشي بعربيتي مسافر اسكندرية، وفوجئت بعربية ملاكي بتعترض طريق من ناحية الشمال وبتقف قدامي بتحود عليا. نعم. وبيقول ألفاظ ما ينفعش أقولها لحضرتك. انزل يا ابني كذا كذا. ايه ده وفتح باب. اه والله العظيم، وفتح باب عربيته ونزل وجاي عليا ومعاه ناس. الكلام ده كله متصور بكاميرات الشارع كله، يعني الحمد لله يا احمد بيه ان الواقعه دي تمت، مفيش حد يقدر يقول لي ما اتصورتش. الشارع ده فيه المحافظه وفيه مديريه الامن، يعني متر بمتر مترقب فيه يا احمد بيه. تمام؟ نعم نعم. يعني يجيبوا الكاميرات، انا صورت اللي اقدر عليه. العربيه اللي كانت معاه دي نوعها ايه؟ وكم فرد كانوا معاه؟ هيونداي. انا لقيت حواليا 4 أو 5 بس. حواليك ازاي بقى وانت سايق العربيه وماشي قدام كده؟ ما هو حد عليا وقفني بعربيته يا احمد بيه. يعني زنق عليك في الطريق. وايوه، في لحظه لقيته نزل وهم نزلوا. انا قافل ايداتي وبصور في اللحظه دي. هم يرزعوا العربيه. فبفتح الباب بقول له انت عايز ايه؟ لقيته يمد ايده عايز ياخد المفتاح.
ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ بلطجه. الكلام ده في الشارع يا فندم؟ في الشارع؟ في الشارع، مش في اي شارع يا احمد بيه، شارع ده في شارع مديريه امن الغربيه. وهل سيادتك قمت بتحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونيه؟ جاري يا فندم اتخاذ اللازم يا فندم، جاري اتخاذ اللازم يا فندم. طب مين هم دول وبما تفسر قيام هذا الشخص وبصحبته بعض الاشقياء بتعدي عليك واعتراض طريقه؟ الفيديو واضح، جهات التحقيق تجيبهم، جهات التحقيق هي المسؤوله يا احمد بيه مش انا. ولكن استقراءك انت يعني، هل هذا يخص القضيه اللي حضرتك؟ طبعا يخص القضيه يا احمد بيه، طبعا يخص القضيه. وانا بطالب مدير امن الغربيه لو ثبت ان عربيتي اللي مشيت ورا عربيته ووقفته يذيع الكلام ده مباشره للراي العام وللناس، عشان يعرفوا ان انا محامي قليل الادب وبلطجي وبعتدي على الناس. ولو ثبت العكس يعرضوا الكلام ده للراي العام، علشان حقي يجي من الناس اللي وقفت وروعتني ووقفت قدام عربيتي واعترضت طريقي وهددتني. يعني تعرفه؟ ايوه يا فندم اعرف الشخص ده يا فندم، مصور معايا لقاء قبل كده يا فندم. هو من طنطا ولا من خارج طنطا؟ من كرة، من جنب طنطا يا فندم، من ضواحي طنطا. الشيء الغريب هنا ان هو الاستاذ احمد حمد بيقول على اللي صور معايا دوا ان هو عارفه وان هو صحفي لكن خريج كليه حقوق. طب يا ترى صور معايا لصالح موقع ايه او صالح قناه ايه او بيشتغل فين بالظبط؟ المفروض قبل ما يصور معاه بيكون عارف الجهة اللي بينتمي ليها هذا الصحفي او الاعلامي، وده كان شيء مهم جدا، وخصوصا ان حضرتك محامي، يعني الموضوعات دي اشياء مهمة جدا، وخصوصا كمان بتترفع دلوقتي في قضية مهمة جدا مثيرة للرأي العام والرأي العام كله بيتابعها. ده كان شيء غريب جدا، وانا شايف ان هو كان تقصير من الاستاذ احمد حمد، كان لازم يتأكد من هوية الشخص اللي بيصور معاه. تعالوا نكمل باقي تصريحاته. وشغال ايه هو الشخص ده؟ والله يا فندم ما تعرف له شغلانة. لكن انت يعني لسه حتى هذه اللحظة لم تقم باتخاذ الإجراءات؟ لا خلاص، من مكتبي دلوقتي الأساتذة في قسم تاني طنطا حاليا بيحرروا محضر، وتم إرسال الفيديو للسيد مدير الأمن والسيد مفتش المباحث وللسيد رئيس مباحث قسم تاني طنطا. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نشوف تكذيب الأستاذة منى أبو شنب للأستاذ أحمد حمد ورد عليها، وده لما صرحت وقالت ان مكتب الاستاذ فريد الديب مستاء جدا لتصريحات الاستاذ احمد حمد. تعالوا نسمع ونشوف. كان في مداخله مع الاستاذه منى ابو شنب وقالت ان حضرتك يعني ما فيش متابعه مباشره ما بينك وبين. والله يا احمد بيه احنا سمعنا كلام كتير يا احمد بيه من كذا طرف. لا هي ما قالتش كده على لسانها، هي قالت كده هو الجديد في الموضوع. هي قالت على لسانها، طب ما كانت قاعده مع عم الناس، ما قالتش مع عم محمد، ما قالتش ليه قدامها، صح ولا لا؟ هي ما قالتش في اللقاء ولكن خاصتنا في مهمه. وما قالتش ليه يعني؟ هي بتجيب من عندها ولا هي المفروض بتعرض وجهه نظر الناس بالادله؟ يعني الاعلامي اللي انا اتعلمته يعني وشفته ان الاعلامي بيقول تعالى بواجهك زي ما انت بتواجهني يا احمد بيه بواحد اثنين ثلاثه. الاستاذه تطلع تقول اللي هي عايزاه، يعني يعني ربنا يديها الصحه، ست اكبر سنا وقدرا، مش هقدر ارد ولا اتكلم معاها يعني اللي هي شايفاه تقوله. ولكن يا احمد بيه اللي انا باكده لحضرتك ان النهارده خال حسين، خال محمد حسين مكلمني النهارده. خال محمد عادل؟ خال محمد عادل اه، اللي هو الاستاذ حسين. الاستاذ حسين النهارده مكلمني وسالني عن النقد. انا بقول لحضرتك بقى مفيش حد راح للاستاذ فريد من غيره، تمام؟ ما انا كنت مرافق ليك انت وخلال المنتهى قبل كده. احمد بقي الكارثه ان كل صحفي عايز يطلع يعمل ترند يخش مع المحامي في جدال. انا مش هرد على حد تاني، انا باكد للناس كلها يا جماعه مفيش حد من اسره محمد واسالوهم راح للاستاذ فريد من غيري. اذا جم معايا مره انا رحت مرتين تانيين، الاستاذ فريد بيكلمني كل يوم لغايه اول امبارح. ولكن يعني الاستاذه منى، معلش يا استاذ احمد، معلش استحملني استوعبني بس، انا مش هقدر. انا احمد بيه الاستاذه منى بتقول ان مكتب الاستاذ فريد الديب مستاء من التصريحات اللي حضرتك بتقولها، وان هم بيتواصلوا بشكل مباشر مع اسره محمد عادل. الكلام ده ملوش اساس من الصحه خالص يا فندم، ولم يتواصلوا معاه. تاني حاجه هي خليهم هم اللي يطلعوا يا فندم، مش كانوا قدامها؟ مش كانوا معاها في البرنامج؟ ما طلعوش قدلوا بكده ليه؟ هي بتنجم الأستاذة بتجيب من عندها؟ طب ما الناس ايه؟ الناس تقول.
الحقيقة أخبار وأخبار منتشرة جدا على السوشيال ميديا بخصوص موضوع نيرة ووقعة نيرة. الحقيقة أول مرة نشوف يحصل حاجة زي كده، وهنشوف طبعا القضاء في الفترة اللي جاية هيقول كلمته، وهنشوف إذا كان النقد هيتقبل ولا لأ، والقضية لو النقد اتقبل هتتعاد من الأول. واللي أكد لنا الأستاذ أحمد حمد إن النقد إن شاء الله هيتقبل بنسبة 100%. ومن أهم الأخبار اللي انتشرت على السوشيال ميديا هي إن أهل نيرة أخذوا حوالي 3 أو 4 مليون جنيه وسابوا بيتهم، وكانوا ناويين إن هم يسافروا وتم منعهم من السفر. لكن الحقيقة الوحيدة في هذا الموضوع بالفعل ان هم عزلوا من بيتهم، وده لان هم خايفين من التهديدات اللي جات لبنتهم هدير وشروق. الموضوع شعب جدا جدا، ولكن في الفترة اللي جاية وفي الساعات اللي جاية بالذات هنشوف النقد هيتقبل ولا لا، ونشوف الموضوع هيمشي ازاي، وهنوفيكم طبعا بالتأكيد بالتفاصيل الاول. رحم الله نيرة اشرف وصبر قلب امها واهلها على فراقها، كمان ربنا يرحم قلب ام محمد عادل ويصبر قلبها على فراقها ويعدي المحنة دي على خير. ولحد هنا النهاردة بشكركم جدا جدا لحسن المشاهدة والاستماع للفيديو. استنوني في حلقة تانية من قناة ياسمينتي اليوتيوب واخبار النجوم.